والأنجح بدور الشر. ما في ممثل لما أكل منه كفوف. خلال موسم رمضان 2023 اللي كتير من الممثلين السوريين برعوا بأداء أدوار الشر، بالأخص الفنانين القديرين أيمن زيدان بزقاق الجن وسلم حداد بالعربجي. ولكن إذا خيرنا الجمهور بينهم، مين يا ترى كان الأكثر شراً؟ لا، سلم حداد بالعربجي أخذ دوره بالباله، يعني سلوم حداد يعني فنان. أيمن زيدان بهالدور اخذ دور انه الجد الكبير وبس، لئيم كتير لئيم يعني. سلوم حداد اقوس بكتير. ما في ممثل لما اكل منه كفوف. إيه ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. إيه هذا الانسان كتير انا بحبه، بس عم بشوفه عم بتفرج، بس اتفرج على سلوم حداد بقول الله بده ياكل هذا كف ولا بده ياكل منه كف، ما شاء الله. والله اثنيناتهم حلوين واثنيناتهم يعني فنانين رائعين، سلوم حداد وأيمن زيدان يعني عمالقة. هلا أكيد سلوم حداد هو فنان كبير كتير وله شكر كبير لأنه كتير بنحترمه، وآخر دور كي عم يتقمص الدور بشكل أفضل كرأيي الشخصي. سلوم حداد بالعربجي دوره هي كان شرير أكثر. لا، أيمن زيدان بقيت زاد جن دوره مبين شرير، وآخر شخصية نعي متقمصة تقمص كويس كتير كتير كتير. سلوم حداد لأنه دائما بياخد هيك أدوار، أيمن زيدان قليل لا ياخد، إنه دائما بيسلينا بيضحكنا، فقليل لحتى ياخد أدوار يكون فيها مزعج أو مؤذي. أيمن زيدان كتير ناجح بالدور جدا، يعني مو شوي، بس هيك دائما بتحسي في عنده هيك ولو شوية طيبة، بس لا هالمرة لا فعلا إنه مبين هيك حدا كتير قاسي وصعب. سلوم حداد إيه بجسد أكتر من أيمن زيدان بأضعاف. ليش؟ لأنه عنده شخصية بتقبل هالشخصيات هاي تبعت الشر. أيمن زيدان متعودين دائما على مسلسلاته الكوميدية الحلوة اللي دائما بتبهجنا وبتفرحنا. أما سلم حداد طبعا مع احترامي للشخصيتين يعني له أدوار بمسلسلات سابقة شفناها، وأعتقد أنه هو الأنجح بدور الشر. برأيي سلم حداد هو أكثر واحد مثل شخصية الشرير بشكل عام.